السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وخاصة القانون التجاري المغربي. وسيكون موضوعنا تحت عنوان الحق في التعرض، هو إحدى عنصري أو مفاهيم عنصري التي يؤخذ بها ما حق زيادة السدوس لكي ترتب على الأطار ديال بيع أصل تجاري على دائن البائع. فهذا الحق ديال التعرض هو إجراء قانوني سنه المشرع وفق شكل معين وداخل أجل قانوني فائدة دائن بائع الأصل التجاري قصد صيانته والحفاظ على حقوقهم، وكي يتمثل في منع الدائن للحائز من أداء الثمن بين يدي البائع. فكما كي تعتبر شهادة التعرض في حد ذاته حجزا، بل مجرد إجراء قانوني يتوخى منه تمكين الدائن من التعريف بنفسه، حيث يعتبر التعرض بمثابة إجراء تحفظي محض. وتطبيقا لمقتضيات المادة 84 من مدونات التجارة، المادة 84، فإنه يجوز لدائن البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا أن يتعرض داخل أجل أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني على أداء تم البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه بطبيعة الحال إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها، أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل. وكيوجب أن يبين التعرض تحت طائلة البطلان مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة، وكيترتب عن هذا التعرض المقدم داخل الأجل القانوني عدم إمكانية الاحتجاج بأي انتقاد لثمن البيع أو لجزء منه سواء كان رضائيا أو قضائيا تجاه الدائنين المقرر التعرض لفائدتهم. فالمشرع هو حدد في المادة 84 الشكل الذي يقدم به الدائن تعرضه، وأعطاه الخيار بين أن يقوم بالتعرض إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه بطبيعة الحال إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها، أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل. وكيبقى من حق الدائنين المرتهنين والدائنين الممتازين تقديم تعرض رغم عدم جدواه لأسباب التي ذكرناها مسبقا، إلا أن من حق إدارة الضرائب إذا كان من مصلحتها أن تتعرض الاقتصار على مجرد إعلام الغير الحائز. أما الدائنون العاديون فلا يقبل منهم التعرض بمجرد رسالة مضمونة الوصول، فحيث تجرد من كل أثر قانوني بدون أن تحتاج إلى دعوة قضائية ضرورية من أجل الكشف عن وجودها. إلا أنه بإمكان الدائن أن يأمر بالحصول على حجز تنفيذي على الأصل التجاري طبقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية، حيث أن الدائن المتعرض الذي يعوزه السند التنفيذي يمكنه أن يرفع دعوى أصلية إلى المحكمة التجارية المختصة للحصول على حكم يثبت له دينه. وكترتب عن التعرض عدة آثار، منها عدم إمكانية الاحتجاج بأي انتقال رضائي أو قضائي لثمن بيع الأصل التجاري أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل القانون، أي 15 يوما بعد النشر الثاني، حيث أن هذا التعرض يمدد لفائدة الدائنين المتعرضين مدة ثمن المشتري من دفع الثمن إلى البائع، وهذا الثمن الذي يبقى مجمدا بين يدي البائع واحتمالا الغير الذي سلم له. أيضا كنتكلموا على أنه لا يحق للبائع عند حصول تعرض على وجه قانوني سليم أن يتصرف في دينه المترتب في ذمة المشتري، حيث يمنع البائع التخلي عنه أو إجراء مقاصة بشأنه
في مواجهة دين مترتب لفائدة المشتري في مواجهة البائع، كما لا يمكنه بطبيعة الحال الاتفاق مع المشتري على الإنقاص من الثمن، حيث لا يمكن مواجهة الدائنين المتعرضين بذلك والذين يعتدون بالثمن المحدد والذي تم إشهاره على وجه قانوني سليم. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام العرض، على أمل لقائكم عبر قناة يوتيوب جعفر تيغدري. لا يفوتني أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمت في رعاية الله وحفظه.